المهم جينا هاد النهار نشاركوا في هاد المبادره. بالنسبه للتلاميذ ديالنا قدمنا لهم التمر والحليب وحتى الاباء حتى هما، وجينا هنايا باش نحفزوهم ما تبقاش فيهم الخلعه، وكنتمنى يدوز كل شيء على خير. طبعا تم ترقيم القاعات، تم طبع اوراق التسويد والتحرير، تم تكليف اعضاء مساعدي اعضاء الكتابه بمهامهم، تم توزيع الاستدعاءات على المترشحين. جميع الامور المتعلقه بما هو لوجيستيكي بما هو تحضيري تم تهيئه، واليوم صباحا تم تنظيم نشاط جوار المؤسسه امام المؤسسه في اطار استكمال التهيئ النفسي والمعنوي للمترشحين والمترشحات. جينا لهنا على اساس اننا غادي ندعموهم ونعطيهم واحد شويه ديال يعني الدعم قبل ما يدخلوا الامتحان، وفي نفس الوقت يعني فاش وصلنا لهنا لقينا هاد المبادره، هي مبادره طيبه الحمد لله، وعلى الاقل التلاميذ بعدا خداو واحد يعني تشجيع قبل ما يدخلوا الامتحان، وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله والفوز باذن الله سبحانه وتعالى والحصول على نتائج مرضيه. كانت كلمه تحفيزيه للتلامذ من خلالها حاولنا اننا نهرسوا التوتر اللي كاين، وخبرناهم بان التوتر هو شي حاجه اللي هي عاديه كتكون عند الانسان عموما اذا كان مقبل على شي حاجه جديده في حياته. وبالنسبه للتلامذ يعني بالنسبه للامتحان هو شي حاجه جديده في حياتهم، ونتمنوا لجميع التلامذ التوفيق والسداد في هذه الامتحانات هذو ويحصلوا على نقاط جيده. Thank you.